الجحفة وهي قرية بين مكة والمدينة على نحو ما ذكر، وهي غير عامرة لأنها أرض موبوءة، أرض موبوءة يصيب من نزل بها الحمى، وفيها مسجد الآن وميقات يأتي إليه بعض الناس ليحرموا منه، لكن غالب من يقصد مكة يحرم من ذي الحليفة أو من محاذاة الجحفة، سواء في رابغ أو في طريق الهجرة في محاذاة الجحفة.